منذ احتلال عفرين في آذار من عام 2018 من قبل تركيا والفصائل الموالية لها، ولا يكاد يمر يوم إلا وتتكشف فيه الفظائع التي ارتكبت بحق أهالي هذه المدينة الوادعة، وبالأخص الفئة الأضعف منها النساء. فضيحة من العيار الثقيل ظهرت إلى العلن بعد العثور على 5 نساء كرديات معتقلات في سجن سري داخل مقر فرقة الحمزات التابعة لتركيا عقب اشتباكات مع الأهالي شرقي المدينة. إثر تلك الحادثة البشعة خرجت مجموعة من نشطاء المجتمع المدني والمنظمات المدنية والنسائية في وقفة احتجاجية أمام مكتب المفوضية الأوروبية للأمم المتحدة في مدينة القامشلي، تنديداً بجريمة فرقة الحمزات بحق نساء عفرين ولفضح ممارساتهم الدنيئة. ما تقوم به الفصائل الموالية لتركيا يخالف كل القوانين والأعراف الدولية ويخالف كل ما أبسط مبادئ حقوق الإنسان، حيث من أول يوم قامت فيه هذه الفصائل باحتلال منطقة عفرين وهي ترتكب الانتهاكات على مرأى جميع الإنسانية ومرأى الدول العظمى ومرأة من منظمات حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة، ولم تقم أي من هذه المنظمات أو هذه الدول بتحريك ساكن أو على الأقل التنديد بهذه الانتهاكات. المحتجون رفعوا شعارات تدعو لمحاسبة المرتزقة وتتهم تركيا باحتلالها للمدينة وإطلاق العنان لهذه الفصائل لممارسة أبشع أنواع الانتهاكات ضد أهالي المنطقة. سنستمر بالاحتجاجات داخل سوريا وحتى خارجها من أجل إيصال صوتنا للمطالبة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وانسحابهم من كافة منطقة عفرين. كما ناشد المحتجون المنظمات الدولية للكشف عن مصير الفتيات المحتجزات لدى الفصائل الإرهابية في عفرين التي ترعرعت في كنف الدولة التركية وتمارس الإرهاب بحق الأهالي دون أي رادع من ضمير أو إنسانية. الدولة التركية دولة غازية بكل المقاييس، دولة محتلة بكل المقاييس، دولة تمارس العدوان وتمارس الإجرام والإرهاب بالدقيقة والثانية. وأكبر دليل على ذلك ما تفعله الدولة التركية في ليبيا، حيث تصدر بالدقيقة والثانية المجاميع الإرهابية إلى دولة ليبيا.